الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الأولى من دورة تفسير سورة الكهف. تفسير سورة الكهف عبارة عن 5 أبواب. الباب الأول مقدمة، فيه لماذا نهتم بسورة الكهف، لماذا نحرص على النور، ما الدليل على أهمية هذا النور. دول 3 أسئلة في المقدمة. طيب بعد كده عندنا 4 عناوين. أول عنوان بيفسر 30 آية، اللي هو ما لماذا نضحي بمالنا وجهدنا من أجل إصلاح ديننا. ليه؟ ل5 أسباب، تفسير 35 آية. تاني عنوان 30 آية اللي بعديه، ما عقوبات من لم يضحي بوقته وماله وجهده لإصلاح دينه. تالت عنوان 40 آية، ما جوائز من ضحى بماله وجهده لإصلاح دينه. آخر عنوان ما أنواع الناس، عبارة عن خاسر وأخسر وفائز. يبقى عندنا سورة الكهف 110 آية، 30 30 40 10. نبدأ النهاردة بالمقدمة. لماذا نهتم بسورة الكهف أكثر من أي سورة أخرى؟ أولا عشان هي سبب النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين. طب السؤال الثاني، لماذا نهتم بهذا النور؟ النور ده اللي بيتسبب فيه سورة الكهف له 3 فوائد. الفائدة الأولى إن النور دوت في الدنيا بيجعلك قوي الإيمان فتضحي بالدنيا من أجل الآخرة، يسر عليك دوت. فتلاقي بعد تدبرك سورة الكهف وقراءتها تلاقي عندك قوة إيمانية تضحي بأي حاجة من أجل دينك. تاني فايدة في يوم الحساب، يوم الحساب الشمس بتترمى في النار والناس كلها بتصبح في ضلمة. طب احنا عاوزين نروح الصراط، يبقى لازم نور. من قرأ سورة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، يعني قرأها قراءة سليمة وتدبرها تدبر سليم. 2، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. لازم نعرف الآيات وبعد كده نعرف ألفاظها. من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء الله له نورا من بيته إلى الكعبة. يبقى اللي بيقرأ سورة الكهف النور بتاعهم يوم القيامة بيبقى كبير جدا من بيته لحد الكعبة. طيب ثالث فايدة، الفايدة دي بقى في علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. طيب دي أهمية النور. آخر سؤال بقى، طب إيه الدليل على إن النور دوت بيجعل الإنسان يضحي بكل شيء؟ إيه الدليل؟ نعرفه من وقت النزول. متى نزلت سورة الكهف؟ نزلت سورة الكهف في أول 3 سنين الجهرية. كان في 3 سنين سرية ما نزلتش فيهم سورة الكهف. أما ربنا أراد إن الصحابة يضحوا ويهجروا هجرة الحبشة، كان لازم سورة قوية تيجي تخليهم عندهم إيمان، يضحوا بأهلهم تجارتهم ويسافروا إلى الحبشة. فنزلت سورة الكهف في أوائل السنوات 3 الجهرية. أول ما نزلت اللي حصل، 102 صحابي راحوا قعدوا في الحبشة هناك لمدة 14 سنة. ال14 سنة دول عايشين حياة صعبة، بس اللي أواهم سورة الكهف، علمتهم أن لابد أن تضحي بمالك وجهدك من أجل الدين، وبشرتهم بالجوائز وخوفتهم من العقوبة. ده أول دليل. تاني دليل إن السورة دي خلت الصحابة لما جاء وقت الهجرة كلهم هجروا وسابوا أموالهم وعاشوا فقراء في المدينة. قالت السيدة عائشة، ما شبعنا من طعام إلا بعد فتح خيبر. يعني تخيل لحد سنة كام وهم عندهم حياة صعبة جدا. طب إلا أواهم، إلا خلاهم يضحوا بكل دوت، هي سورة الكهف والإيمان بتاعها. بعد كده عندنا جوه السورة نفسها، سيدنا موسى ترك أهله
وترك قبيلته وترك منزلته وترك سلطته وماشي في الصحراء يدور على مجمع البحرين. طيب ليه كده؟ ضحى بكل حاجة عشان خاطر العلم. يبقى الإيمان ده خلاه يضحي بكل حاجة من أجل العلم. طيب سيدنا ذي القرنين كان عنده مملكة، إنا مكنا له في الأرض، ضحى بمملكته وعاش طول عمره ينشر العلم في أقطاب الكرة الأرضية بحالها. طب ليه ما تمتعش بالحياة؟ عشان صور النور والإيمان اللي في قلبه جعله يضحي بكل حاجة. قصة أصحاب الكهف، شباب تركوا دفء البيوت ودفء الأهل وعرضوا نفسهم للصحراء والمجاعة والحيوانات، وشباب لسه في ستة ابتدائي ولا إعدادي يعني فتية، ومع ذلك ضحوا بكل حاجة عشان خاطر ربنا. فهذه الصورة كلها تضحيات ونور بيخلي الإنسان يضحي بالدنيا من أجل الآخر. كده خلصنا المقدمة. لماذا؟ لماذا؟ ما الدليل؟ لماذا نهتم بسورة الكهف؟ لماذا؟ ما فائدة النور؟ آخر حاجة، ما الدليل أن سورة الكهف تجعل الإنسان يضحي بكل شيء من أجل الآخر؟ دول الأسئلة اللي هنكتبهم لك واجب، ودول اللي هتكتبهم وهتبعتهم لنا، هتبعتهم لنا على الواتس على الخاص. دايما كل حلقة بتنزل بالواجب بتاعها. طيب نبدأ بقى في سورة الكهف نفسها. قلنا سورة الكهف ثلاث أربع أجزاء، 30 30 40 10. نبدأ بأول جزء، لماذا نضحي بمالنا وجهدنا من أجل إصلاح ديننا؟ لخمسة أسباب. سورة الكهف بتقول خمس أسباب. ما هي الخمسة أسباب؟ واحد، حفظوها بقى عشان دول اللي هترتب لك الصورة وخليك تعرف تحفظها. لأن القرآن أعظم نعمة، لأنه كامل في نفسه، لأنه مكمل لغيره، لأنه نافع لكل البشر، لأن من ضحى لإصلاح ديني حفظه الله بالمعجزات. خمس حاجات. واحد، إيه يا أخوانا؟ ها؟ أعظم نعمة، كامل في نفسه، مكمل لغيره، نافع لكل البشر، من ضحى لإصلاح دينه يده الله بالمعجزات. طب ناخد واحدة واحدة. ايه الدليل على ان القرآن اعظم نعمة؟ قال الله تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. عندما يحمد الله نفسه على نعمة دل على ذلك على ان البشر لا يستطيعون شكرها، فقام هو بذلك الشكر. اعظم نعمة نزأ واختار للنبي اعظم منزلة اللي هو العبده. يبقى القرآن أعظم نعمة لأن الله حمد نفسه عليه وجعل النبي في أعظم مكان اللي هو عبده ليتلقى هذا القرآن. طيب السبب الثاني، القرآن كامل في نفسه، لا يحتاج إلى أحد يكمله، سواء كتاب يكمله أو شخص يكمله أو علم يكمله، مش محتاج. إيه الدليل؟ ولم يجعل له عوجا، مفيش أي احتياج لهذا القرآن لأي حد. القرآن مش معوج لأي حد ولا محتاج منه حاجة. طب ما الكتب كلها كده؟ لا، سيدنا عيسى في التوراة عن الإنجيل بيقول إيه؟ لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فأهل الإنجيل محتاجين جدا كتاب التوراة. ليه؟ لأن الإنجيل أحل بعض الذي حرم عليهم، فكل كنيسة لازم يكون فيها على العهد القديم والعهد الجديد. طب القرآن؟ لا، القرآن لا يحتاج لأي كتاب، كامل في نفسه، لم يجعل له عوجا. طيب السبب الثالث، قيما. يعني ايه قيما؟ هو اللي يجعل الحياة مستقيمة، وهو اللي بيقومها، بيقوم الأشخاص، بيقوم الكتب، بيقوم كل حاجة. دول ثلاث أسباب أخذناهم. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هنبدأ في بقية الأسباب.